مرحبا حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. النهاردة يمكن عاملة لكم مفاجأة بقى، يمكن حضراتكم طبعا متعودين ان انا بعمل فقرة الدكتور للأطفال ذوي القدرات الخاصة لوحده، وطفل والفقرة طبعا بتاعت الطفل ذوي القدرات لوحده. ولكن النهاردة بقى أول مرة أعمل لكم مفاجأة ان انا عاملة الحلقة كوكتيل، يعني طبق فاكهة كده جميل هيعجبكم جدا، خاصة ان انا هتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو الطفل الكفيف، وكمان الحالة اللي معايا برضو طفل، يعني طفل كفيف، والدكتورة اللي معانا هتتكلم على الموضوع مهم جدا للطفل الكفيف اللي هو تنمية مهارات الطفل الكفيف. فالحلقة كلها تعتبر متشابكة، لأن طبعا لما أنا يبقى معايا نموذج كمان عنده يعني طفل كفيف بيكون بيقول أنا تعبان وأنا عندي طفل ذوي إعاقة وبتعب معاه، أمال بقى لو عنده كمان تلاتة وبيضحك وبيشتغل معاهم في البيت، وكمان الأم اللي أنا بتكلم عليها دي موجودة معايا دلوقتي راحت كمان اشتغلت في مركز ذوي قدرات خاصة في جامعة عين شمس عشان تبقى جنب ولادها وتدعمهم وتوصلهم لأحسن يعني حاجة ممكن إن احنا نقول عليها إن هم تميزوا فعلا، زي مثلا تفوق في التعليم، تفوقوا فنيا كلهم في دار الأوبرا. بجد أنا يعني بجد خجلانة جدا من نفسي قدام هذه السيدة يعني. فأعرفكم بقى على ضيوفي، وأنا جدا متشرفة جدا بيهم ونتعرف عليهم. برحب بحضرتك يا دكتور. الدكتور طبعا سمر احمد مصطفى، دكتوره في جامعه عين شمس، ورئيس المكفوفين، صح كده يا دكتور؟ رئيس المكفوفين بمركز ذوي القدرات الخاصه بجامعه عين شمس. ومعايا طبعا برحب بحضرتك الاستاذه شيماء عدلي، والده اولادنا الجمال، وبجد الواحد مش عارف يقول لك ايه، لان انت فعلا نموذج يعني الواحد مهما يتكلم انا ما وفيتش حقي في كلامي عنك. معانا طبعا كمان كنزي عادل، بنت اموره جدا، وطبعا عايزه اقول لحضراتكم يا جماعه ان كنزي تبقى اخت عبد الرحمن عادل. اخت عبد الرحمن عادل اللي هو غنى امبارح امام سياده الرئيس في حفله الشهيد، وغنى اغنيه ابن الشهيد. ومعايا اخوه، ومعانا كمان اخوه اللي هو محمد عادل. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه هتغني لي ابن الشهيد بقى النهارده، صح؟ دكتور احنا طبعا سعداء جدا ان اول مره نعمل حلقه كوكتيل كده، تبقى الحاله والام والدكتور، يعني بجد حلقه هتبقى ان شاء الله جميله، لان هي فيها يعني تكامل غير اي حلقه انا بعملها. دكتور بالنسبه للطفل الكفيف والطفل الكفيف متعدد الاعاقه، يا ريت حضرتك توضح لنا ايه الفرق بينهم. في البدايه احب اشكر طبعا الاعلاميه الجميله استاذه رحاب، دكتوره رحاب، انها اتاحت لنا الفرصه الجميله دي ان احنا نتكلم عن فئه عددها فرض نفسه بشده في الفتره الاخيره. الطفل الكفيف والطفل الكفيف المتعدد هما الاثنين ليهم نفس الاحتياجات، بس الفرق بينهم في الطريقه اللي بنتعامل بيها معاهم، والطريقه اللي احنا نوصل لهم المهارات دي، ازاي يتعايشوا، ازاي يتعاملوا. الطفل الكفيف بيبقى عنده مشكله في الابصار بس، بيبقى فقط الحته اللي هي موجوده عند الاطفال النورمال في التقليد. الطفل العادي بيتعلم بالتقليد، بيشوف والده، بيشوف والدته، بيشوف الناس اللي حواليه، بيتعلم منهم ازاي ياكل، ازاي يتكلم، كل حاجه. الطفل الكفيف النورمال اللي ما عندوش اي مشكله ثانيه بيبقى محتاج ان احنا ننقله ده عن طريق الحواس الثانيه، بيبقى محتاج ان احنا ننقله كل حاجه بتحصل قدامه بالطريقه اللي تناسبه. الطفل المتعدد بيكون عنده مشكله تانية بجانب كف البصر، ممكن يكون كفيف اوتيزم توحدي، ممكن يكون كفيف مينتال عنده تاخر عقلي، ممكن يكون عنده مشكله حركيه الى جانب كف البصر، ممكن يكون عنده مشاكل لغويه، مشاكل سلوكيه. في حين ان بتجد اي مشكله على او بتزيد على موضوع كف البصر، في الحاله دي احنا بنعتبره على طول ان هو متعدد الاعاقه، ومحتاج معامله خاصه نقدر نوصل له بيها ازاي يعيش بافضل طريقه ممكنه لقدراته والامكانياته. فالفرق بس في التعامل، لكن الاحتياجات واحده. تمام. طب دكتور ايه الفرق بقى بين الاحتياجات او بين الخدمات اللي انتم بتقدموها من خلال تنميه المهارات للاعتماد على باقي الحواس المتبقيه للطفل الكفيف، والفرق بينه وبين الطفل الكفيف متعدد الاعاقه؟ تمام. هو الطفل الكفيف بصفه عامه، سواء اذا كان متعدد الاعاقه او كفيف بس، هو محتاج ان احنا نشتغل على ان احنا ننمي استخدامه للحواس الثانيه اللي عنده. كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنسمع ان الكفيف عنده حاسه الشم وحاسه السمع اقوى
قهوه بالفطره، دي مش حقيقه. الحقيقه ان هو كتر استخدامه ليها بيثقلها وبيخليها اقوى من اي حد تاني. يعني احنا نفسنا كقائمين على تدريب وتنميه مهارات الاطفال المكفوفين هم بيفوقونا في حاسه اللمس وبيفوقونا. يعني طريقه برايل دي لا يمكن المبصر يكون زي الكفيف في استخدامها وفي التعامل معها مهما اتدرب عليها. لان الكفيف من صغره هو بيتعامل بحاسه اللمس والحواس اللي بيعتمد عليها، فده بيثقلها وبيخليها اقوى. بالنسبه للمتعدد او الكفيف العادي، احنا الكفيف العادي زيه زي اي طفل، بس الفرق ان هو ناقصه حاسه معينه، فاحنا بنعتمد على ان احنا نقوي الحواس الثانيه ويعتمد عليها بحيث ان هو يقدر يوصل زيه زي اي حد ويمشي في التعليم ويتجوز ويخلف ويشتغل ويكون قائم على حياته وقائم على ان هو يفتح بيته زيه زي اي حد. ده الطفل الكفيف العادي. بالنسبة للكفيف المتعدد ده بيختلف على حسب حالته وعلى حسب الإعاقة التانية اللي عنده إيه. لكن الجميل في الموضوع إن إحنا تحت أي ظرف من الظروف إحنا نقدر نوصل بالحالة دي لحاجة كويسة. مفيش قاعدة عامة نقدر نقول الأطفال دي محتاجة كذا، لأ. كل حالة ليها احتياجاتها الخاصة. يعني أنا مش من أنصار إن أنا أعمل تقييم عادي لكل طفل كفيف أو كفيف متعدد وأجي أحط له برنامج واحد كله يمشي عليه، لا. في اختلاف بين إطلاقاً. البرامج إطلاقاً. الطفل الكفيف والطفل الكفيف متعدد. أكيد الأخر. أكيد أكيد أكيد. هو الأهداف غالبا بتبقى واحدة. بس القصة ايه؟ ان احنا بنحط الهدف على حسب امكانيات الطفل اللي قدامنا. في طفل يقدر يوصل ان يكون عنده متعدد اعاقة كفيف وعنده اعاقة تانية ويقدر يوصل لحاجات جميلة جدا احنا ما نتخيلش ان هو يوصل لها. احنا بنعتمد على ان احنا نشوف نقاط القوة عنده ونقويها اكتر ونحاول ان احنا نتلاشى نقط الضعف اللي عنده ونخليه يعتمد على نقاط القوة. بندور على الحاجة الجميلة اللي فيه اللي يقدر يخليه هو بينجز بقية الحواس المتبقية. طبعا طبعا. من خلال بقية الحواس المتبقية. وكل حاسة ليها طريقة معينة في تنمية استخدامها. احنا حضرتك يعني من اجمل الحاجات اللي احنا ويمكن في المفهوم البسيط احنا ازاي نعود طفل كفيف لما يسمع صوت عربية يقدر يحدد العربية دي بعيدة ولا قريبة. احنا كمبصرين ممكن يكون ده صعب علينا، احنا عشان بنعتمد على عينينا اكتر فممكن ما نقدرش نحدد المسافه. لا، انا بتعامل مع اطفال مكفوفين بيقدروا يعرفوا طولي، بيقدروا يعرفوا من خلال طبعا مستوى الصوت هو جاي منين، بيقدروا يعرفوا حاجات كتير موجوده في المكان اللي احنا موجودين فيه من خلال اعتمادهم على حاسه اللمس واثقالنا لاعتمادهم عليها. تمام. فهو بس الفكره ان احنا لازم نعرف نقط القوه. يعني انا لما بيجي لي حاله في المقام الاول انا بحطها تحت ملاحظة. اشوف ايه المشاكل اللي عنده، ايه اللي هو محتاجه. ما نعتمدش بس على ان اي ام عايزه ابنها احسن واحد في الدنيا. وبعض الامهات بتبالغ في قدرات الاطفال. وده شيء طبعا فطري فينا. لكن انا كمتخصصه لازم احط الحاله تحت الملاحظه. لازم اعرف ايه نقاط القوه اللي عندها وايه نقاط الضعف. الحاله دي محتاجه ايه عشان تقدر تتعايش بشكل افضل. دلوقتي بقى انا عايزه اعرف منك بقى يا استاذه شيماء، حضرتك بصراحه نموذج لام تحدث صعب كتير. يمكن انا لسه بقول ان اي ام عندها طفل واحد ذوي قدرات خاصه بتعاني، ما بال حضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى هقول من عليكي ان شاء الله واداكي يعني كفايه وشك الجميل وضحكتك الجميله ووشك المبتسم رغم ان عندك ثلاث اولاد ذوي قدرات خاصه وكلهم كف بصر وكمان توحد. قولي لي تجربتك بقى، احكي لنا. طبعا هي كانت اول حاجه، طبعا هي اهم حاجه في القصه اللي انا فيها دي كلها نعمه الرضا. طبعا طالما في نعمة الرضا وان انا اتقبل اللي انا فيه عشان ده رزق جاي من عند ربنا. انا ماشية كده. لكن لو ما فيش رضا عمري ما ولا ولادي هيطلعوا لقدام ولا انا هطلع بهم لقدام. ما تهزتيش في يوم؟ انا تهزيت في كنزي وانا اللي اكتشفتها رغم اني انا ما قابلتش في حياتي طفل كفيف. انا اللي اكتشفت كنزي وعرفت ان هي مش بتشوف. هي اكبر ابنائك؟ اكبر ابنائي. هي عندها 18 سنه. واول. وعندك مين تاني بقى كفيف؟ عندي عبد الرحمن 12 سنه. على فكره يا جماعه عبد الرحمن ده اسمه عبد الرحمن عادل، النجم العالمي اللي بيغني في حفلات قادرون باختلاف. وصاحب اغنيه ابن الشهيد اللي غناها امبارح مع سياده الرئيس في الندوه التثقيفيه، وغنى مع كمان الجسمي اغنيه شهيره جدا اسمها بطل الحكايه. فاحنا معانا ام يعني نجم عالمي. ربنا يخليك. طبعا كان اول حاجه في حياتي اشوف كنزي اني حد عمري في حياتي ما كنتش اعرف يعني عندك اول كفيف. حاجه كنزي، بعد كده عبد الرحمن عنده كام سنه؟ عبد الرحمن عنده 12 سنه. محمد عنده محمد اللي معانا بقى محمد 8 سنين.
ثلاثة كف بصر، ثلاثة كف بصر بس كنزي هي مشكلة تانية كمان توحد، بس كان شديد وما كانتش بتمشي ما كانتش بتتكلم. طبعا لما أنا توجهت لجامعة عين شمس أنا رحت بيها الأول كشف طب أطفال عادي خالي زي أي أم، بس كنت خلاص وصلت إن أنا عرفت إن كنزي مش بتشوف. أنا اكتشفتها وهي عندها 6 شهور، كنت كل ما أروح دكتور العيون يقول لي التواصل مع الطفل من بعد 6 شهور، ما أقدرش أقول لك هي بتشوف ولا ما بتشوفش. قلت له أنا يا بنتي مش بتشوف. ما خفتيش تخلفي تاني؟ لا ما خفتش، هو قال لي يعني رغم إن قلت يمكن هي حاجة كده يعني مش لأني أنا ما عمري ما شفت حد عندنا كده ولا في يعني ولا عيلة باباها ولا عيلتي ولا حتى من جدود الجدود إن كان في حد كده. إحنا كمان مش قرايب. يعني إحنا مش قرايب، يعني أكتر تشوفني يقول لي أنتوا قرايب؟ لا احنا مش قرايب. بس كل ما كان بيجي لك طفل يعني كفيف تاني وتالت كنت ببقى قلقانة، كنت بتبقي يعني اكيد انا معايا زهوة سرعة. معايا زهوة بنت تانية بعد كنزي دي ما يعني الحمد لله سليمة ما فيهاش اي حاجة، فهو اكيد في حاجة ربنا عاملها ليا انا، فهو بعت لي الثلاثة دول يعني لحاجة هو ربنا رسمها لي او قاسمها لي ان هم يبقوا سبب سعادتي في الدنيا وفي الاخره. والله هو كفايه الرضا اللي انت قلتي عليه زي ما حضرتك قلتي، وده حاجه اللي عجبني فيكي ان انت كمان رحتي اشتغلتي في جامعه عين شمس في مركز ذوي القدرات الخاصه يعني، وكمان شادوا لاولادك في المدرسه. بجد والله الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه عليكي، لان انت فعلا ام عظيمه ترفع لك القبعه. انا عايزه كل ام بس يكون عندها طفل من ذوي احتياجات خاصه انت سنده بعد ربنا. انت ربنا جعلك ليه سند وظهر وحمايه، محدش احسن من ابنك ومحدش احسن منك، انت احسن ام في الدنيا وكل ما ابنك بيوصل انت بتوصلي معاه. انا بقى عايزه اسمع بقى صوت ابننا الجميل محمد، هيغني لنا الاغنيه اللي عبد الرحمن امبارح غناها في حفله الرئيس ابن الشهيد. يلا بقى نسمع ولا ايه؟ يلا يا بطل سمعنا بقى عشان عبد الرحمن ما جاش، ما ينفعش يجي عبد الرحمن دلوقتي بقى عالمي، ما ينفعش يجي لي. يلا اتفضل غني. انا جايز ماشي لكن قرب المايك، سايب لكم ذكريات عايشه في كل الاماكن، باينه في كل الحاجات، لو قالوا ده ما تقولوا لهم عشرة راجل مات شهيد، وعشان عالجنة رايح فالليلة تبقى عيد، أنا ماشي وصرت عيشة يحكوا الناس في الصح ويقولوا كأنه عايش وكأنه ما ماتش لسه، وكأنه أنا ماشي وصرت عيشة يحكوا الناس في الصح ويقولوا كأنه عايش وكأنه ما ماتش لسه، وكأن معانا عد حوالينا وروح وحضرة، ونجيت حلمي هاجي وانا ماشي في سكه خطره، احضن ابني وابوسه وقابل اختي وامي، انا سايب ناس ورايا مش هتفرط في دمي، انا جايز ماشي لكن انا ماشي بجسمي بس، واللي بيحضر عزايا شافني وبوجودي حس، والموت مش ده النهاية ده بداية العمر تاني، انا جايز سبت بيتنا بس قلوبكم مكاني. الله ايه الجمال ده،
لا ده ايه ده بقى، ده انت كده بقى هتكسر بقى الدنيا بقى عبد الرحمن، وكده بقى مش هنقدر عليك يا بابا. هو محمد لسه بيتدرب في دار الاوبرا المصريه. ما انا عارفه ان هو مع دكتوره ميرفت في دار الاوبرا لذوي القدرات الخاصه، وطبعا مع برضو كنزي واخو بقى العالمي عبد الرحمن اللي بيغني مع حسين الجسمي. انت بقى حاجه جميله جدا يعني، جميل قوي صوتك يا محمد. بقول لك يا دكتور بقى، بالنسبه مثلا للاسره، ازاي ان احنا نقدر نخلي الولاد اللي هم عندهم كف بصر اسرهم تتعامل معاهم بطريقه يعني مثلى او طريقه كويسه؟ تمام. وحضرتك بتتكلمي في اهم نقطه بتاثر في شغلنا، والحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها مع الطفل. اولا أم عبد الرحمن ومحمد قالت نقطة من أجمل النقط اللي اتصارت النهاردة. لازم القبول والرضا. يعني أنا لو جيالي أم ومش متقبلة إن حد يشوف إن ابنها كفيف، أو إن حد ابنها عنده مشكلة وتبالغ في قدراته بحيث إن هي توصل إن هو أحسن ما يكون، لا أنا كده بضر ابني. أول حاجة لازم أعترف بإن أنا عندي مشكلة وأتقبلها وأتقبله عشان أقدر أفرده على العالم. دي رقم واحد، عشان أقدر أظهر نقاط القوة اللي جواه. دي أول حاجة وأهم حاجة. تاني حاجة إن الأم تكون واعية، تكتشف إن ابنها عنده مشكلة، إن ابنها ما بينتبهش بصريا. كل ما اكتشفنا بدري كل ما كان أحسن. تالت حاجة ألجأ للمتخصصين، هم أكتر حد هيفيدني وهيقول لي أنا ممكن أعمل إيه. تمام. رابع حاجة وأهم حاجة إني لازم أتعامل وأتفاعل مع ابني زي الأخصائي بالظبط. أنا بدي الأساس، بحط النقاط اللي هنمشي عليها. إذا الأم ما كانتش أخصائي تاني بعد الدكتور أو بعد الأخصائي اللي بيشتغل مع ابنها، مش هننجز حاجة. أنا عايزة أم شغالة ورايا 24 ساعة في 24 ساعة، إزاي تفيد ابنها حتى في أضيق الحدود. والله يا دكتور كلامك ممتع بصراحة. يا أستاذ محمد، نعم، ممكن أسمع بحبك وحشتيني؟ ماشي، يلا بينا. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلعه عيني، بحبك موت دفت قد ايه دفت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعيل الصوت، وكأن الوقت في بعضك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش، في دم حبيبتي أمي وزي ما كنت بكيت. لا ده انت بص بقى النهارده خلاص بقى، انت هتبقى معايا في البرنامج على طول، تغني لي التتر البدايه والنهايه. حسوله ايه الجمال ده؟ دكتور عايزه اعرف من حضرتك بقى اداب التعامل مع الطفل الكفيف بالنسبه للمجتمع. تمام. اهم حاجه احنا مش عايزين نفرض المساعده على الطفل الكفيف، لا، لازم نحترم رغبته ونحترم انه عايزنا نساعده في الوقت ده. بلاش المساعده تبقى من غير تنبيه، بلاش افاجئ الكفيف بصوت عالي مره واحده حتى لو انا خايفه عليه انه يقع في خطر. لازم نتعلم تقنين استخدام حواسنا مع الطفل الكفيف. لازم اتعلم امتى نبره صوتي تبقى مطمئنه ليه، نبره صوتي تبقى فيها عقاب ليه، نبره صوتي هي اللي توضح له ازاي يمشي، ازاي يقف، ازاي يتعامل، ازاي يحب، ازاي يكره. تمام. ففي اداب للتعامل مع الطفل الكفيف لازم كلنا نتعلمها ونراعيها. هنتعلمها ازاي يا دكتور؟ هو طبعا اللجوء للمتخصصين اكتر حاجه بتفيدنا في الموضوع ده. احيانا يكون طفل كفيف وما عندوش اي مشكله تانية، والام شغاله وعامله الشغل معاه كويس جدا، لكن تجيني تقول لي انا عايزه اتعلم ازاي اتعامل معاه صح، ازاي اوجهه صح. اقول لها هو كويس وما عندوش حاجات كتير ناقصاه، لكن احنا محتاجين نعمل معاه واحد اتنين تلاته، بحيث ان احنا مش واحنا بناهله بننمي مهاراته نهد شخصيته ونطلعه شخص ما بيقدرش يعتمد على نفسه، ونطلعه ديبندنت.
خلي بالك في حالات بتبقى كويسه جدا وقدراتها عاليه والاي كيو بتاعها كويس جدا، ولكن هو ديبندد اعتمادي، ما بيقدرش يعمل حاجه من غير ما حد يسنده. لا على فكره يعني من الحاجات الشائعه جدا في مساعده الطفل الكفيف في التوجه في الحركه العصا. انا مش ضد استخدامها، ولكن انا بقول العصا البيضاء عصا البيضاء او عصا البرايل. انا مش ضد استخدامها، ولكن انا بقول لازم الاول هم يعني بتساعدهم في المشي، ان هم لو في حواجز بتبقى سابقاهم بشويه، بتستخدم بطريقه معينه بحيث ان هي تاهلهم ان هم يمشوا من غير مرافق. تمام. لكن انا في تدريبي للطفل الكفيف بعتمد في المقام الاول انه يتوجه ويتحرك لوحده وبدون عصا. يتعلم الاول ازاي يستخدم التمييز بين الاتجاهات، فوق تحت يمين شمال. ازاي يمشي وهو مامن نفسه، ازاي يحمي نفسه حتى على بدون يعني انا كمان مع ان احنا في السن الصغير نعلمه ده، وبعد كده لو احتاج مساعده هتبقى مساعده خفيفه. على فكره احنا زي ما احنا بنشوف مكفوفين محتاجين للمساعده الكليه، في مكفوفين ما شاء الله لا قوه الا بالله عليهم، تاخدي منهم معلومات مش عند مبصر. انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا في حياتي ليا زمايل مكفوفين وبيعملوا دكتوراه، وفي منهم اللي معاه دكتوراه، وانا شخصيا اتعلمت منهم حتى على المستوى الشخصي والمهني كتير جدا. فانا عايزه اقول لك انا كنت باخد منهم النصيحه ازاي اروح مشوار معين، ممكن اركب ايه، ممكن اعمل ايه. فطريقتنا دي وتوجيهنا للطفل الكفيف من بدري هي اللي بتخليه يقدر يعتمد على نفسه. على فكرة كمان أنا عايزة أنوه لحاجة، إن في بعض الأطفال بيبقوا في المدارس في الداخلي، في ناس بترفض الموضوع ده جدا. أنا شايفة انه لو الدنيا ماشيه كويس متظبطه كويس، ده مفيد جدا 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 في ان الطفل ولو سنه. احيانا لما كان بيجي لنا طفل محتاج ان هو يتاهل كويس، كنا نقول ايه، ودوه المدرسه سنه داخلي، يتعلم يعتمد على نفسه في الرعايه الذاتيه، في توضيب اوضته، في مذاكرته، في اكله. الحاجه بتخليه يعتمد على نفسه بشكل هايل بالتدريب، وبيطلع احسن طبعا. طبعا لازم بالتدريب، ولكن انا مع ان احنا ندرب الكفيف على انه يتعامل كانه عايش لوحده. إيه بقول لحضرتك بقى يا مام كنزي او يا مدام شيماء، اسمك جميل يا مام شيماء. ربنا يخلي حضرتك. والاجمل بقى ان البنوته الحلوه في المدرسه اسمها الشيماء. مدرسه مامي دي كنزي، مامي عامله مدرسه. بقول لك يا مدام شيماء، عايزاكي توجهي رساله بقى لكل ام بصلابتك وقوتك بسم الله ما شاء الله ورضاك الجميل ده، رساله كده جميله توجهها لكل ام عندها زي قدرات خاصه. انا تاني هقولها تاني، ان كل ام عندها طفل من ذوي القدرات الخاصه، انت السند بعد ربنا. انت العصاية البيضاء اللي هو بيمشي بيها. الله تعبير جميل. انت الامل قدامه. انت لو مشيتي صح بيه، اعرفي ان ابنك زيه زي اي طفل طبيعي، وانا بعتبر ان اي ام عندها طفل كفيف هو طفل طبيعي جدا، ما فيهوش فرق ما بين الطبيعي وما بين اللي مش طبيعي. الكفيف ما يعتبرش ان هو من ذوي قدرات خاصه. يعني عن تجربتك لثلاث اولاد ذوي قدرات خاصه ومكفوفين، انت بتقولي الكلام ده. الكفيف مش ذوي قدرات خاصه، الكفيف زيه زي اي بني ادم طبيعي. ذوي القدرات خاصه ان يكون في كف بصر مع اعاقه ثانيه، هي دي اللي بتبقى مشكله شويه، بس مع العلاج ان شاء الله. ان شاء زي الله كنزي كده، انت زي حاله كنزي مريتي، ما كانتش بتمشي، ما كانتش بتتكلم، ما كانتش تعرفني اساسا. بعد كده خلاص الحمد لله مع العلاج دخلت الاكتشاف المبكر، بيساعد في حاجات كتير جدا، ان الطفل تشوفي الطفله قاعده بالحاله دي، وان هي تبقى قاعده. استحاله طفل اوتيزم يقعد بالمنظر ده. طب انت اشتغلتي بقى في مركز ذوي القدرات الخاصه في جامعه عين شمس ليه يا مدام شيماء؟ هم صراحه الاخصائيين هم اللي شجعوني. انا شايفكم كده عيله، كوكتيل طبق فاكهه كده، احلى طبق فاكهه طبعا. صراحه عايزين نشرب. بقى لنا 16 سنه مع بعض. 16 سنه؟ كنزي عندها 18 سنه دلوقتي. طبعا انا اول ما رحت خالص كنت بروح كأمي زي اي ام. المكان ده كان بيتي زي ما بيتي المكان التاني. لان انت ثلاث اولاد، ده كان بيتي، ما كانش لسه معايا الا كنزي بس، ما ترتاحيش. فكان هو ده المكان البيتي التاني اللي كنت برتاح فيه. انا لما كنت بروح هناك واشوف الاول كنت اقعد اعيط، لا بعد كده بقت صلبه، طب انا هقعد اعيط، طب العياط ده مش هيعمل لي حاجه. ايه اللي خلاكي اشتغلتي بقى هناك؟ اللي خلاني اشتغلت ان هم الاخصائيين ما كانوا بيشوفوني وانا بشتغل مع اولادي، وان احنا وصلنا كنزي بالمرحله دي. طبعا كنت انا في الاعاقه البصريه، في معانا يعني زي
كشكول او كراسه معانا. الحصه النهارده مثلا خدنا النهارده كذا، بيكتب لي هي خدت ايه النهارده جوه، كنت انا بروح في البيت كاني عندي واجب زي ما الولد بياخد واحد اتنين بياخد انت عندك واجب في البيت. هو ده كان الواجب اليومي بتاعهم. كنت انا اروح مثلا اشوف هم خدوا ايه اروح اطبق معاهم في البيت. كنت لما باجي بقى تحس ان انا بقيت اخصائيه زي الاخصائي. اتعلمتي وهم عرضوا عليكي بقى تشتغلي معاهم، وان انا كانوا بيقولوا اعملي كذا وما هم اللي كانوا بيوجهوني. لا ايه اللي خليكي اشتغلتي يعني انت رغبه لما هم شافوني هم اللي شجعوني ان انا بقيت اجي كل يوم. يعني انا كنت وصل بيا الحال ان انا كنت إيه بقى هناك في المركز. انا كنت الاول ماسكه طب اطفال فوق وحده طب الاطفال فكانت دي كان شامله كل الاعقاب. سكرتيريا ودلوقتي طبعا اتنقلت تحت في الدور الاولاني تحت ماسكه الملفات بتاعه كل المكان مشاركاهم بقى. فطبعا تحت في نفس المكان في نفس المبنى هم منهم ولادي بيتعالجوا في نفس المكان وانا في نفس المكان. انت بتشوفيهم وفي نفس الوقت ايه بتراعيهم. فهم بصراحه اللي شجعوني ان انا اشتغل في المكان مش شيرين عبد المحسن. والله طبعا والله حاجه جميله وانت نموذج مشرف يا استاذه شيماء، وبجد والله الواحد فخور جدا ان هو قاعد معاكي اصلا. ربنا يخليك والله. وكفايه البسمه والضحكه الجميله اللي بتفرقش وشك طبعا، وربنا بجد يجعلهم ذخرا لك في الدنيا وفي الاخره. اللهم امين اللهم امين. ممكن بقى حبيبي محمد تستاذنيه غني لي حاجه تاني عشان انا نفسي اسمع. عايز تغني ايه تاني يا محمد؟ اي حاجه على ذوقك انت. اي حاجه على ذوقك كده. تعرف تغني لشيرين الاغنيه بتاعتها بتقول ايه؟ أغنية جميلة كده. خليه يغني حاجة هو حافظها بقى. شيرين بتغني أغنية كده يا قلبي، هتطلع جميلة قوي منك كده يا قلبي. مش عارفة مش حافظها. طب قول أي حاجة يا محمد. أي حاجة أي حاجة يلا عشان الوقت. يخبي لي في أسرارنا وأنا وأنت ما فيش غيرنا، ولو مشاعرنا نكلم مين يفكرنا. يا روح الروح بتنساني وانا فاكر ومش ننسى، تغيب على عيني من تاني ومن غير حبك أعيش إزاي، ومهما تغيب بعيش وياك وأشوفك وردة في الشباك، وحب الطرد نادي عليه ورعشة إيدي في السلامات. لا بقى كده مش هينفع كده، انا راح اتعلم اغني انا كمان بقى عشان ابقى شاطره كده ان شاء الله بقى. تبقى اسهل من ولا بد عبد الرحمن ده، انا مش عارفه اجيبه ده ايه ده، عنده مدير اعمال وحاجات كتير كده. لا كده كتير عليا كده. ها بكره تبقى زيه ان شاء الله كده وتبقى مشهور وتغني في حفلات سياده الرئيس ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور بقى في سؤال مهم جدا انا عايزه اقوله لحضرتك، ازاي الطفل الكفيف بيقدر يعتمد على باقي الحواس من خلال تنميه المهارات؟ ازاي بقى؟ احنا في حياتنا الطبيعيه طبعا احنا بنعتمد على الحواس كلها، بس هو الفرق بس ان احنا بنسلط الضوء على الحاسه الثانيه دي، بمعنى ان انا ممكن اديله تدريبات مركزه لتقويه حاسه السمع. زي مثلا اصدار اصوات من اماكن بعيده واطلب منه ان هو يوصل لها. اصدار اصوات متحركه ثابته بنوايات مختلفه مثلا، ده كمثال يعني. فكتر التدريب على المهارات دي وبطريقه مركزه بتخليها اقوى وبتخليه يعتمد عليها. احنا بنعلمه ازاي يستخدمها، هي اوريدي موجوده عنده، بس احنا بنتك على ان احنا نعلمه ازاي يستخدم الحاسه دي. ازاي يقدر يعتمد عليها في الوصول للشيء. ازاي يقدر عن طريق اللمس يوصل لمكان معين او يكتشف مكان معين جديد هو لسه داخله اول مره. ازاي يقدر يامن نفسه لو هو لوحده، نفترض ان حاجه وقعت منه، ازاي يقدر يامن نفسه يعرف الحواجز مسافتها بعيد عنه قد ايه، بعدها قد ايه، تقدير. تمام. فده كله بيبقى عن طريق التدريب بيجيب نتيجه. اكتر حاسه بيعتمد عليها ايه يا دكتور؟ حاسه تعوديه. والله بصي يعني هو بفرض الدراسه فاللمس ده شيء اساسي، ولكن يعني من خلال خبرتي وتعاملي معاهم هو السمع طبعا. السمع يعني بيوصلوا عن طريقه لحاجات كتير هم عايزين يعرفوها ونفسهم يعرفوها. فيعني لكن احنا ما نقدرش نقول ان اوريدي في حاسه اكتر من الثانيه. احنا بس بنحاول ان احنا نثقل كل الحواس.
بصراحه يا دكتور اللقاء معاكي مميز جدا، ويمكن دي اول حلقه بعملها لتنميه مهارات الطفل الكفيف، والطفل الكفيف متعدد، وبجد احنا استمتعنا جدا بالحديث معاكي، وان شاء الله تكوني معانا ان شاء الله في الحلقات الثانيه بامر الله. بشكرك جدا يا دكتور. بشكرك يا محمد. شكرا محمد، بشكرك واستاذك جميل، بشكرك جدا يا استاذه شيماء، وان شاء الله تبقي معانا في الحلقه الثانيه، وتجيب لنا عبد الرحمن ده اللي مش عارفين نجيبه ده، مش معقول بقى المشاهير يعني كده، يعني هو الشعر خلاص يعني. وبشكرك يا حبيبتي يا كنزي يا روح قلبي. في نهايه الحلقه بشكركم، واشوفكم في حلقه جديده من ماما شادو.